هاي يا جماعة، كل سنة طيبين. بمناسبة عيد الفطر، العيد ده يا جماعة مرسول بيعايد علينا بثلاث أضعاف الجوائز. مرسول مدينا 12 آيفون 13 برو ماكس، مدينا 3 بلاي ستيشن 5، ومدينا 90 تي شيرت ممضيين بإمضاءات نجوم النادي الأهلي. مين بقى جاي يقدم الجوائز دي كلها للفايزين مع مرسول النهاردة؟ نجم من نجوم النادي الأهلي، أغلى صفقة حصلت في تاريخ النادي الأهلي، راجل مولود في السلام من قبل ما الاستاد ده يتبني. معانا ومعاكم الكابتن حسين الشحات الملقب بالنينجا. يلا نقابله بقى. وادي انتوا شايفين يا جماعه، انا جبت النينجا اصور معاه، ومش بس النينجا لوحده، ده انا جبت العصابه كلها. كابتن محمد كمان معايا. ازيك يا رجاله؟ الحمد لله. لازم انت عامل ايه؟ منورين الدنيا والله. انت دلوقتي اغلى صفقه اتعملت في تاريخ النادي الاهلي كانت انت. الحمد لله. صح؟ اه ما شاء الله. يعني الحمد لله. ايه بقى القصه دي؟ ما تحكي لنا شويه كده عنها. والله طبعا هي قصه طويله شويه والناس كلها عارفاها طبعا، ان انا من وانا في المقصه كنت نفسي اروح الاهلي وكده، فبس ما حصلش نصيب بقى وكده، والربنا كرم واحترفت، رحت العين، فربنا كرمني وخدت دوري وخدت كاس رئيس الدوله حافظه الله، وخدت افضل لاعب في الامارات. كنت انا ماشي كويس، فطبعا الاهلي كلمني وكده، فقال لي عايزينك بقى تيجي وكده، فقلت لهم طبعا يعني انا مرحب في اي وقت. انا على حسب معلوماتي انه اول يوم كان في قصه حصلت معاك وان هربوك ودخلوك ازاي، صح؟ ايه بقى القصه دي؟ والله القصه كانت اللي احنا جينا بدري قوي، انا صحيت بدري جدا اليوم دوت، يعتبر ما نمتش يعني، كنت واصل يعتبر من اول اوائل الناس في النادي، مش مثلا لعيبه، لا انا اوائل الناس في النادي. فاللي هو وصلنا والناس بقى مستنياني، لا تعال ادخل من الباب دوت، لا في زحمه، لا ادخل من الباب دوت، لا تعال انت هنا، وادخل من هنا وافضل الف وارجع واروح. في الاخر راح دخلوني كده بقى تهريب كده، واحده تهريب كده عشان ما حدش يشوفني. في الاخر دخلت لقيت الناس كلها برده مستنيه. بس انا عارف انت اتنزلت عن فلوس كتير قوي عشان تبقى في الاهلي. والله بص، يعني انا النقطه ديت ما بحبش اتكلم فيها، لان يعني حتى لو انا عملت كده، الحاجات دي كلها قليله بالنسبه للاهلي. يعني الحاجات دي كلها قليله بالنسبه للاهلي، النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير. يعني طول ما انت عايز تلعب في النادي الاهلي وطول ما انت عايز تحقق حلمك مش تفرق معاك اي حاجه. احكي لي مواقف بقى لما كنت بتروح تشجع والناس واللعيبه ودورك من المدرجات مش كلاعب كوره. والله يعني انا احكي لك موقف، كنت انا ومحمد واصحابنا كلنا في ماتش الاهلي والاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي اللي هو جول شهاب، وكنا قاعدين ورا الجول اللي هو اللي جه فيه الجول التالت بتاع شهاب، عمالين بقى نشجع وكده. والمباراه طبعا الاهلي لازم يكسب 3 عشان يصعد، والمباراه طبعا صعبه جدا، وكلنا قاعدين بقى بص ايوه طبعا انت لازم تكسب والشوط الاولاني طبعا مفيش، ولازم تيجي الجول بتاع شهاب دوت، وقاعدين بقى وكله مفيش بقى، ومره واحده الجمهور بقى طبعا انت عارف الجمهور الاهلي طبعا أيوة. وكله عمال بقى يشجع ومش عارف ايه وايه، هوب الجون جه من هنا، في ناس بقت ترمي بعض من فوق. يا نهار اسود والله، ما يرموا بعض، يرموا بعض بجد والله. في ناس، في واحد كان بيشيل الناس ويرميهم، ودي حصلت قدامي، كان بيشيلهم كده، بيشيل الجمهور واحد كذا واحد ويرميه من الفرحه بقى، من الفرحه. ايوه طبعا. وايه بقى، والتاني بقى ينط ينزل على الناس اللي تحت بقى، ويا لهوي واحنا واقفين بقى، يا لهوي يا لهوي، وكله بقى عمال يضحك بقى. انت المنظر اصلا غريب، اللي هو انت بتعمل، انت بترمي الناس ايه يعني والله. والمشكله اللي بيقع بيقوم عادي، مفيش اي ولا كان حاجه حصلت، يقوم يشجع ومفيش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين دي لحظه دخول جمهور الكابتن حسين وجماهير النادي الاهلي الفايزين مع مرسول. كانت لحظة عظيمة جدا ان هم داخلين استاد النادي الاهلي مستنيين الكابتن حسين ومستنيين جوائزهم اللي وعدهم بيها مرسول، ويقضوا يوم لطيف جدا مع الكابتن حسين ومع مرسول والنادي الاهلي. احكي لي مثلا مواقف من المواقف بتحصل معاك من الجماهير، مثلا انت في سوبر ماركت وانت في الشارع. كنا واقفين مثلا تحت البيت مثلا عند والدته كده، واحنا واقفين كلنا، فالمهم واحد يجي يقول لي كابتن حسين اتصور معاك. اقول له كابتن حسين؟ اقول له عايز ايه؟ يقول لي عايز كابتن حسين اتصور معاك. اقول له اهو هات التليفون تعالى. واجيب التليفون واخلي محمد يقول لي يا حبيبي مش انا هو والله ما انا. قال له يا ابني تعالى تعالى، بص يا ابني ما تتنكش على الناس يا حبيبي، يا حبيبي تصور، بطل تنك على الناس يعني، يعني تصور ما فيهاش حاجه يعني. ايوه الناس بتحبك يعني، هات التليفون، هات التليفون، وبياخدوه يسدوه ويتصور والناس تمشي بعد ما الناس والناس يتصوروا فرحان وماشي. والله انا سامع ان انت عندك جندي مجهول. والله طبعا يعني
اخويا طبعا والله يعني دايما معايا ودايما بيشيل عني حاجات كتير، ودايما لما بكون في اي حاجه بتكلم معاه طبعا في حاجات كتير، ويعني هو مش اخ مثلا ولا حاجه، ولا هو مثلا لا هو وكيل اعمالي ومسؤول عن كل حاجه ليا، وانا من زمان بجننه يعني ومطلع عينه. قضينا وقت لطيف في العربيه والكابتن حسين بيحكي لي على المواقف اللي بتحصل معاه مع النادي الاهلي، ودي لحظه دخولنا الاستاد انا والكابتن حسين على جماهيره اللي قاعده من بدري مستنيه في الاستاد عشان يسلمهم جوائزهم اللي جايه من مرسول. ده كمان محضر لهم مفاجاه لذيذه جدا، انه هيطير تي شيرتس ممضيه بامضاءات كل نجوم النادي الاهلي على منطقته. زي ما انتم شايفين مرسول مع النادي الاهلي، والتي شيرتس الاصليه بتاعت النادي الاهلي متوقعه من كل نجوم النادي الاهلي بمناسبه العيد. حبينا نعايد على الناس. والله يعني فكره حلوه قوي طبعا، يعني مرسول دايما بيعمل مفاجآت ويعمل حاجات حلوه، وبنقول للناس كل سنه وانتم طيبين وحظه حلو اللي هيقع عنده التيشيرت بقى، فدي حاجه جميله جدا. تعال نشوف هتقع على مين. يلا 1 2. ما تنزل عندي دي، هتنزل عندي انا هناك دي. هل هروح انا البيت بقى؟ هل هروح البيت؟ السلام عليكم جميعا. سانتا بين. عيد سعيد علينا كلنا بقى ان شاء الله، احنا رمضان خلص خلاص. سلام طيب. اقعد معاكم بقى. انت عايز اسال حضرتك ايه شعورك او احساسك في الماتش بتاع الهلال السوداني في السودان التاسع؟ والله يعني دوت انا مش عايز اقول لك اليوم دوت، مش اليوم ده، كان الاسبوع كله، عشان احنا كنا معظمين قبلها بكام يوم، الناس كلها اللي موجوده مرعوبه، مش مرعوبه من الماتش، لا احنا الماتش ما كده كده احنا نازلين هنكسب، بس هو التهديدات بقى اللي بتجيلك، واللعيبه اللي كل شويه بيجيله مثلا رساله انت هتتعور، انت هنضربك، انت وانت وانت، الكلام ده كله طبعا كل لعيب بيجيله خايف لو يتعور، واحنا ماشيين رايحين التمرين مش الملعب، بس الاجواء دي كلها ما كانتش مخوفه حد ان احنا هنخسر الماتش، وكله كان خايف لا يتعور من الجمهور، لكن الماتش في الملعب اللعيبه كلها طبعا رجاله، انت بتشوفها في اي مباراه. ايه الحاجات اللي انت بتحرم نفسك منها، وايه الحاجات اللي بتاخد منها عادي، وايه الحاجات اللي نص نص؟ انا كحسين انا ما بحرمش نفسي من حاجه. انا باكل اي حاجه، باكل اي حاجه، بس طبعا بتيجي فتره اللي هو انت في وقت ما يعني في حاجات يعني اكل مثلا معين مش هتعرف تاكله مثلا قبل المباراه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن مكرونه بشاميل مثلا مش هتعرف تاكلها قبل المباراه، محشي. الحاجات دي كلها قبل المباراه ما ينفعش تاكلها يعني. حاجات ثانيه بقى؟ لا المسموح على طول بقى طبعا، يعني الاكل عادي تاكل، بس اهم حاجه تحافظ على نفسك، بس هي دي اهم حاجه. احنا كده بنحرق على طول يعني. حبيبي بجد اجواء لذيذه والناس مودها لذيذ، اللي حاصل ده ما بيحصلش في العادي، انك تحط برومو كود اهلي 3 تكسب بلاي ستيشن، تكسب ايفون 13 برو ماكس، تكسب كحك العيد، تكسب تي شيرتس النادي الاهلي مقضيه اوريجينال، بجد جامد جدا. احنا حابين نطمن على الكابتن مؤمن زكريا، هل حضرتك عرفت اخر اخبار عنه وكده؟ والله هو مؤمن طبعا يعني الحمد لله احسن طبعا من الاول، بس يعني اللي هو مش احسن قوي، بس اللي هو احسن، ونتمنى له طبعا اللي هو كلنا جميعا كده ندعي له كده قبل ان شاء الله اللي يرجع بالسلامه باذن الله. كابتن حسين يا جماعه، كابتن حسين النينجا، عازمكم كلكم على الغدا، يلا قوم نتغدى. يلا بينا. وهيقوم دلوقتي الكابتن حسين يتغدى مع جماهيره ويرجع على طول عشان يسلمهم كل الجوائز اللي كسبوها مع مرسول. اتناشر ايفون 13 برو ماكس للفايزين، 2 بلاي ستيشن 5، يعني مش عارفين يعملوا اكتر من كده. يا كابتن حسين، كابتن حسين يعني معانا 12 تليفون ايفون. هاخد حاجه قبل ما تتكلم يا باشا. انا ما خدتش زرار والله. انا اعمل ايه؟
طب هنوزع على البلاي ستيشن الاول. الاول استاذ زياد اتفضل. استاذ ماشي انا ماشي. الف مبروك حبيبي. استاذ رامي حبيبي يا عيني. انا مع مرسول بقى في حدود سنتين، كنت بطلب منها اي حاجه مثلا، يعني بشوف اللي هو ممكن احجز دكتور، ممكن اعمل حاجات غريبه يعني، اللي هو اشوف اي حاجه عند حد موجوده او لا او كده. والله انا مرسول معاها من بدايتها، دايما بطلب منها الحاجات المستحيله. ما كنتش متوقع ان مرسول هيفرحنا تاني يوم كده. احمد بسيوني، هو شكلهم كانوا طمعانين فيه ده. ده هو جاي عشان التليفون. شعورك ايه وانت جات لك رساله انك كسبت؟ بصراحه يعني كنت قاعد صدفه كومنت من مرسول مبروك كسبت. وات هابن ساجد على طول. انت كنت رايح تجيب اكل صح؟ اه. خلصنا توزيع الجوائز على الفايزين مع مرسول، وجت لحظه انا والكابتن حسين بنتحدى بعض في البلاي ستيشن. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. طيب كابتن حسين، انا عارف ان انت لعيب بلاي ستيشن، انا راجع على قدي، انا هختار حد من الفايزين اللي نلعب مع بعض، وهنشوف بقى على ارض بلاي ستيشن هنعمل ايه. بس لو كسبت لما اخد التليفونات بتاعتهم، لما اخد بلاي ستيشن ماليش دعوه. انت مستغرب. طبعا كابتن حسين يا جماعه، عشان اللي مش عارف، اللعيب الوحيد اللي في العالم اللي لعب في دوري ابطال اسيا وحقق انجاز فردي وانه كسب مركز تاني، ولعب في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي وكسب كانجاز فردي برضه مركز تالت. بس النهارده انا بلعبه هنا، وانا الراجل بتاعي ده هيوديني بدايه ان شاء الله. انا عارف ما تصغرنيش وسط الناس دي، انا ليا جماهير هنا برضه. خلي بالك انا كمان، انا عايز اقول لك اللي قاعد جنبي هو اللي بيلعب مش اللي هو عمال يقول له سوو سوو مش عارف والدك وحالته حاجه. طوي عليك، عايزك تزعله زعل. بص ماشي بتنكد عليه، وحياه اغلى حاجه عندك يا اخي هتفرحني يا جدع. اكسب ثواب يا اخي ومشي فرحان. انا بادئ من فوق والله. انت بتسافل على فتحه ومدافع. كابتن حسين الراجل ده على فكره لعيب، ولو في اي حاجه مركز الفريق خده معاك الله يخليك. لعيب فين بالظبط؟ شكله لعيب جامد، انا مبسوط منه. خلاص تاهل معانا، انا هاخد صاحبه عشان بيسقف لي. يلا قوم يلا. هاي ها 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 ده لو جيت هنا ضربة جزاء. ايه؟ ضربة جزاء. الكابتن هنا. يا ولد يا ابني انت بقى عامل بتنور وانت جايب الجول. الحظ ليس معاك يا ولد. الشاشة فوق. ضربة جزاء. لا لا. كده هيخسر. اعمل حركات. برافو. هو مين اللي فاز بيه الجول؟ اه سكت ليه يا عادل؟ نفس الشمال نفس الشمال شمال. ايوه الله. ايوه سيب له واحده. سيب له واحده. برافو عليك. يلا يلا اهو حسين. الصوت ده هيكسب. ها امسك يمين 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 يمين. حظ زي ما انتوا شفتوا النهارده كان يوم لطيف جدا قضيناه انا وكابتن حسين مع جماهير النادي الاهلي والفايزين مع مرسول ونولا. بمناسبه العيد هدايا كتير جدا، 12 ايفون 13 برو ماكس، 3 بلاي ستيشن 5، و90 تي شيرت ممضيه بامضاءات كل نجوم النادي الاهلي. كابتن حسين انا عارف طبعا انت قايم من ماتش بلاي ستيشن معايا كان جامد قوي، عارف انت الحمد لله باعجوبه عديت منه. اه طبعا. بس ايه رايك في اليوم النهارده؟
والله طبعا يعني اليوم جميل جدا، وحابب اقول لكم طبعا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله. مرسول طبعا يعني كتر خيرها طبعا على الهدايا اللي هي عاملاها ديت والحاجات اللي عاملاها كلها وكل دوت، بس اللي انت بس عشان خاطر تعمل برومو كود الاهلي 3 بس، يعني هو ده بس، يعني دايما هتفضل كسبان ودايما هتقابل نجوم الاهلي، يعني مش انا بس اللي انا هبقى موجود، دايما اي حد من لعيبه الاهلي كلها هيبقى موجود هيقضي معاكم يوم جميل زي اللي انا قضيته دوت، وكلنا نبقى مبسوطين. فأتمنى إن شاء الله الناس كلها تكسب والناس كلها تفضل فرحانة طبعاً، ونعيش كلنا أيام جميلة إن شاء الله. كل سنة وطيبين تاني، وكل سنة والناس كلها طيبة، وهنستناكم تدخلوا برومو كود الأهلي 3 عشان تبقوا معانا المرة الجاية كسبانين. ولو مسحول اطلب مرسول كده 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 سهلة حبيبي حبيبي.